قد غربلت ميس عنبر ناس في حياتها اليوم. انتي مثل الشخص اللي انطاج لقمة بالخاشوقة ورجع سحبها. ولكن عراق ايدل مشكلته يعني اللي صارت بالنسبة إلي كان مزعج بالنسبة إليك؟ يسلم عليك ويقول لك انه أنا حابش اقفال عام، لوك داون عام، ممنوع تطلعين من باب البيت، لأنه بصراحة مؤذي هذا الموضوع.